السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم نسجل أول فيديو من فيديوهات جريد 1 منهج يو اي فونكس الترم الثالث. هنبدأ بيونت 26 معانا سلمى شريف عشان تقرأ معانا. هنبدأ نقرأ الأصوات بتاعة الحروف، وكل صوت ليه كلمة. يلا، أول صوت معانا يا سلمى هو أفواج أفل بي 4 أو با. مش هنقول بي، هنقول با. أفواج فاس بعدين كفر فامل جود، كفر المفروض نمشي رنة كده. ده نمشي بالترتيب. ده فور، ده فور دول اللي هي العروسة، دول. وبعدين ايه فور فيل يعني. Elephant. اوكي، وبعدين Afford. Rock. بعدين ج، Rockford. Gorilla. بعدين Afford. Hat. بعدين اي Efor. Igloo. اجلو. ج ج J. Jafford. Jet. بعدين ك ك Afford. Key. بعدين او أوفو كتبان بعدين فور نو انا المفروض نكمل كده. على فكرة المفروض نقول الاول بالترتيب كده زي ما احنا ماشيين. اوه فور فور لايون فور مو فور نو شاطرة. نو أوفو أوفو أكتوبر تي فور هوت لو با 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 فور بوت. بعدين او المفروض كوا، المفروض بيجي بعديها دايما يو. كوا فور ملكة يعني. وين، كوا فور كوين وين. بعدين رور، راف فور روبر بعدين فور فان اوكي فور تري أفور أمبريلا في فور فان و أفور ويب إس فور إسري يا يا فور يويو فور زبرا very good. شاطر جدا. Use the first letter of each picture to make a word. Write it in chat. يعني المفروض ان احنا هناخد كل حرف من بداية كل حرف من هنا ونعمل كلمة. يعني مثلا اول صوت هنا صوت ك ك، وهنا صوت ا ا، وهنا صوت ت ت. يبقى لما نقرأ الكلمة نقول ايه؟ ك كات. very good. يبقى اول واحدة كات. نفس الشيء هنا، ده for duck، a for apple، وده for doll. هيكون كلمة dad. excellent. يلا قولي الحروف كده. ب for سافر ball. e for e for ابلو ها ج ج فور. يبقى الكلمة هي ب اه ل بيج بي اي جي بيج. very good. هنا عندنا رر فور ريد روبوت، صح؟ بس نقولها واحدة واحدة. رر فور روبوت روبوت. بعدين اه فور، إليفانت بعدين ده فور. ده تبقى الكلمة ريد ريد. لو خدنا هنا من هنا الار، ومن هنا الاي، ومن هنا الدي، تبقى كلمة ريد. ار اي دي يعني احمر. طيب عندنا كلمة اكبر شوية، ايه الكلمة دي بقى؟ نشوف مع بعض كده. هل دي بوت مثلا؟ با فور بوت. وبعدين اي فور اجلو. وبعدين
for nose وبعدين k for key تبقى الكلمة هي car. وليها تاني كده pink. pink very good. P for pot, E for igloo, N for nose, K for key. تبقى الكلمة pink. يلا. نتبقى واحدة واحدة. أول شيء. K for pot. L for lion. Very good. A for umbrella. A for umbrella. اللي هو حرف U. شاطر. وبعدين؟ إجازة. E for إجازة. يبقى الكلمة طلعناها طلعت كلمة إيه؟ Blue. Blue. Very good. نروح للي بعدها. لا خلاص كده. دلوقتي هنتعلم إزاي نرتب الحروف على حسب الترتيب الأبجدي. إيه هو الترتيب الأبجدي أو الألفابيتيكال أوردر؟ إن أنا أكون حافظ الحروف بالترتيب بالشكل ده. يلا قوليهم كده. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هو ده الترتيب الأبجدي. لما باجي أرتب الكلمات برتبها على حسب الترتيب ده. يعني مثلا عندي كلمة هنا كلمة dog, cat, rabbit. في الترتيب مين يبدأ الأول؟ dog ولا cat ولا rabbit؟ على حسب الحرف الأول. هنا عندي د وانا عندي ك وانا عندي ر. اي واحد يبدا الاول؟ كات. كات. يبقى هنرتب الاول كات الاول وبعدين دوغ وبعدين رابت. فيري جود. طبعا زي ما احنا قلنا بنشوف اول حرف د وكا وار وبعدين بنرتبهم على حسب. عندي هنا السي الاول تبقى كات وبعدين عندي دي بعد كده وبعدين الثالث ار في الاخر. يبقى حضرتهم كده الترتيب صحيح. رأي تاني. كات دوغ رابت. فيري جود. بنفس الطريقة تعالي نعمل نفس الشيء. نقرأ الكلمات. برجر بيتزا فريز. فرايز. تعالي نشوف مين الأول. با ولا بي ولا أيوه الأول برجر صح؟ بعدين بيجي بير فرايز عشان حرف الاف فرايز وبعدين وبعدين بيتزا في الاخر. يبقى نيجي نرتبهم كده بشكل صحيح. برجر صح مكانها مظبوط. فرايز الترتيب الثاني وبيتزا الترتيب الثالث. عندنا ثلاث كلمات جداد. بريد هات الأول. دريس شوز. وشوز الأول. هنشوف الاتش الأول دي الأول ولا الاس الأول؟ الأول دي كامز فيرست يبقى دريس. وبعدين هات. هات عشان صوت ها بيجي بعدين وبعدين حرف أو صوت شوز فور شوز. يبقى ترتيبهم الصحيح هيكون الأول دريس وبعدين هات وبعدين شو. نروح دلوقتي البيج 2 and 3 activity 3. طبعا يعني سهل جدا احنا لو حافظين حروفا هنعملها بكل سهولة. طبعا هنا هي أصوات آ وبعد الآ ب. يلا نقولها كأصوات مش كاسم الحرف. صوت آ ب. حاولي تقلد الصوت. د د وليها كأنك بتعملي الشمعة تطفي الشمعة. بعدين ز ح بتطلع من الحنجرة. وبعدين اي اي بعدين د ج ج
وبعدين ك وبعدين اي اي بعدين م بعدين م بعدين أ شاطرة كو كو دايما الكيو بيجي وراها يو فنقوله كو بعدين كو بعدين أ صوت التي التي حرف تي زي القطر كده بعدين أ بعدين بعدين و و بعدين كس كس بعدين ي ي بعدين ز نفس صوت النحلة. دي أصوات أصوات الحروف بتاعتنا إحنا. طبعا الكورس بتاعنا بنستخدم فيه الفونكس، الأصوات مش اسم الحرف. طيب activity 4 put in alphabetical order A to Z. المفروض إن إحنا هنرتب على حسب الترتيب الأبجدي. يعني إيه؟ يعني هنشوف الأول على حسب الحروف، مثلا A أول واحدة بتبدأ بحرف الـ A هي كلمة Apple. دي هتبقى نمبر 1 عشان هي هي اللي بتبدأ بحرف الـ A، يبقى Apple. طيب طيب خلينا نرجع تاني للكلمات عشان نشوف. يبقى الأول حرف الـ A، تعالى بقى نشوف حرف الـ B، في حاجة بالـ B؟ لا. سي نو دي نو اي فيه واحده بحرف الاي، يبقى تاني كلمه هي حرف هي كلمه اكزيت عشان فيها حرف اي. بعد الاي اف، في اف اف نو جي هات هات اتش، التالتة هات عشان فيها حرف الاتش. بعدين J K L M N في N صح؟ يبقى دي رقم 4 N. طب عندي كلمتين R و Y، أيهما الأول؟ ال R الأول وبعدين الروبوت وبعدين ال Y اللي هي يويو. يبقى الترتيب بتاعها إيه؟ أول واحدة أبي نمبر 2 أجل ولا ها إيه أجل صح؟ الايه الاول ولا الاتش الاول؟ الايه الايه الاول زي ما انت ما قلت اكزيت، وبعدين هات بعدين ان نوز بعد نوز وبعدين يو ر روبوت وبعدين يو يو. فيري جود. هنشوفهم دلوقتي بالترتيب: ابل، اكزيت، هات، نوز، روبوت، and you. You very good. طيب في كويز، لحظة واحدة هنفتحه مع بعض. نبدأ مع بعض الترتيب أو تدريب على ترتيب. choose a missing letter. عندنا B بعد ال B أو الباء بعده، نختار الحرف اللي في النص ما بين B وال D. تمام، ممكن تضغطي على سكيب عشان ما نضيعش وقت. نمبر 2 choose a missing letter x y z. very good. نمبر 3 choose the missing letter and the P وبعد P P وبعدين حرف وبعدين R P Q. مش مشكلة، اعمل سكيب اعمل سكيب. دلوقتي احنا هنختار 200 points عشان نكتر من الرصيد بتاعنا.
اوكي اعطيك 50 بس. اوكي كم؟ choose the missing letter L وبعد ال L حرف وبعدين M N sorry L M N صح. very good. اوكي جي بعد جي حرف وبعدين ال جي كي ال. very good. اف وبعدين حرف وبعدين اتش. حضرة هنركز عشان ناخد ال 200 بوينت 200. خلى السرعة هتبقى أسرع 3 مرات، كان المفروض نختار 200. مش مشكلة، ركز دلوقتي عشان نحل بسرعة. اكس واي بعد الواي زد. كويشن نمبر 8. اوكي قبل ال تي تي يو في دبليو قبل ال تي حرف حرف ال اس 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 تي يو في دبليو. طيب قبل حرف السي حرف يتحرف البي. واخد سؤال بس الأول هنحاول بقى ناخد المرة دي ال 200 يكون أسرع شوية. هو واحد على اليسار هو على اليسار على اليسار في اليمين كده خصم مننا 200 نقطة. سكيب. L M N وبعد ال N أو مظبوط كده خلصنا تدريب. التدريب ده بيعلمنا ازاي نرتب الحروف على حسب الالفابيتيكال اوردر او الترتيب الابجدي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا يا سلمى ونراكم في فيديو جديد. مع السلامة. باي باي.